رياضة ولحساب الجولة 17 من المحترف الأول لكرة القدم، انتهى الدربي العاصمي بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، انتهى بهدف لمثله، فيما كان المستفيد في الجولة فريق شبيبة الثورة الذي انفرد بالرياضة مؤقتا بعد فوزه بهدف دون رد أمام الضيف وداد تلمسة. هذه هجمة العرضية داخل منطقة الجزاء، فوقه التسديدة، وفيما يلي نتائج مباريات اليوم وبرنامج المباريات المقررة ليوم غد السبت.